نقولوا ديما اللي تونس ولادة، وهذه حقيقة ما ينكرها العلم والمثابرة وجدية العمل وبرشا فلوس ومصاريف. واللي قدمه الشاب أحمد الحفناوي في أولمبياد طوكيو يدخل فيها الخانة، وقت اللي فاجأ الجميع وقهر الأمريكان والأستراليين وحتى أقرب الناس ليه، واختف الذهب الأولمبي وعمره 18 سنة. الشيء اللي خلى الفنيين والملاحظين في العالم بما فيهم البطل الخرافي مايكل فيلبس يعبر على اندهاجه وإعجابه ويعتبر أن ما أنجزه هذا الشاب الصغير غير عادي. Unbelievable swim. He dropped almost 4.5 seconds, 5 seconds off his PB. So being able to swim that, and out of lane one, right? Out of lane eight, excuse me. That's what I've been talking about, I think, pretty much all morning. لكن اللي يهمنا احنا كتوانسة هو النظر لهالإنجاز بنظرة واقعية، والاعتراف بأن الحصول على ميدالية ذهبية من سباح عمره 18 سنة مش ممكن يتحقق بالصدفة. فقبل 13 سنة في أولمبياد بكين 2008 بدأت عبيد الطريق في مجال السباحة من طرف القرش أسامة الملولي، لما اختف ذهبية 1500 متر سباحة حرة وولى أول تونسي وعربي وإفريقي يحقق ميدالية أولمبية في هالرياضة. وحقق الملولي مسيرة فريدة ليصبح أكثر رياضي تونسي متوج أولمبيا مع العداء محمد الجمودي طبعا، إلى جانب بطولات العالم. ومن هاك التاريخ صار الملولي يمثل عنوان الاستثناء في الرياضة التونسية، وهو اليوم في المراحل الأخيرة من مسيرته مازال رافع المشعل لرياضة السباحة، بما أنه يستعد لخوض مشاركة قياسية في دورة أولمبية أخرى.